من المتابع ينضم إلينا مباشرة الدكتورة تمارا حداد من رام الله، الباحثة في الشؤون السياسية. دكتورة تمارا، برحب بحضرتك. أسعد الله مساءكم وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. ما المعلومات المتوفرة لديك دكتورة تمارا عن الاغتيالات المتواصلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقادة حركة حماس وآخرها منذ قليل في قطاع غزة، وهذا يدل هناك بدأت إسرائيل في قائمة الاغتيالات من جديد، وهذا ينذر بانفجار الوضع مجددا ما بين الجانب الإسرائيلي وبين حماس من جديد؟ صحيح، بالفعل تم الإشارة عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن جيش الاحتلال الصهيوني قام باغتيال شخصية، وهذا اغتيال نوعي، لكن حتى هذه اللحظة من اسم هذا القائد كان ببداية هذا الإعلام تم النشر أنه مروان عيسى، ثم تم التراجع عن هذا الخبر، وهذا إشارة أن مسمى القائد ضمن سياق حركة حماس حتى هذه اللحظة لا تتوافر المعلومات، ولكن هناك إصابات، هناك 5 شهداء وهناك عدد كبير من الإصابات نتيجة قصف مسجد في منطقة رفح، وهذا إشارة أن عدد الشهداء بات الآن يتدرج نحو التصاعد أو التصعيد، نظرا أن ما زال حتى هذه اللحظة أن المواطنون يحاولون قدر الإمكان بعملية إسعاف هؤلاء الذين تم قصفهم تحت إطار هذا المسجد. ليس فقط المسجد في منطقة رفح، هناك أيضا قصف لعدد من المنازل في منطقة رفح، لكن حتى هذه اللحظة مسمى القائد لحركة حماس كان يعتقدون أن مروان عيسى يتواجد في إحدى هذه المنازل أو يتواجد في المسجد في منطقة رفح، لكن ثم خرج أنه ليس هو من أحد الأسماء الذين تم قصفهم أو تم اغتيالهم. وبالتالي هذه المرحلة تعتبر المرحلة الثالثة التي سوف يعني تطول، يعني كما تم الإشارة إليها من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار أن المرحلة الثالثة سوف تستمر أكثر من 6 أشهر، وهذا إشارة بعملية استخدام التكتيكات أو الأدوات التي لها علاقة بسياسة الاغتيالات، اتباع سياسة الاغتيالات، وهذه تعتبر سياسة التطهير القيادات أو عملية تفكك القدرات البشرية والقيادية لحركة حماس أو حتى المقاومة بمجملها، وهذا إشارة سوف يتبعون الطرق العلاجية أو الطرق الجراحية التي تتعلق في المرحلة الثالثة، ومن إحدى هذه الطرق وهي اتباع سياسة الاغتيالات. أعتقد أن سياسة الاغتيالات ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة، ونظرا لغياب المعلومات الأمنية والاستخباراتية لدى جيش الاحتلال الصهيوني حتى هذه اللحظة يحاول قدر الأمكان أن يكون هناك بالفعل أن يكون هناك دفع ثمن باهظ بمعنى اغتيال شخصية ذو وزن وذو نوعية يعني تؤثر الواقع المقاومة الفلسطينية، نظرا أن حتى هذه اللحظة هم مستمرون في سياسة إطلاق النار رغم تصدر بعض واقع الإعلام أن يكون هناك حالة من تحقيق الهدنة الإنسانية، ولكن أعتقد أن ما زال حتى هذه اللحظة أن الفجوات لم تتقلص ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، واضح تماما أن إسرائيل معنية تماما باستمرار إطلاق النار، معنية بعملية فكفكة وحل حركة حماس في قطاع غزة. تحاول حركة جيش الاحتلال الصهيوني قدر الإمكان بمعرفة أين يتواجد القيادات العسكرية، الآن يحاصر ويعمل عملية إطباق فوق أمني على منطقة خان يونس، وحتى هذه اللحظة ما زال حتى اليوم الثالث ما زال يحاصر منطقة خان يونس، وحتى على مستوى المنطقة المواصي حتى هذه اللحظة يقوم بعملية القصف الأماكن، رغم أنه يتحدث أنها منطقة آمنة، لكن حتى هذه اللحظة أن ما زال القصف مستمرا، والآن بدأ الدور على منطقة رفح على ما يبدو يريد أن يحقق الحصار الطوق الأمني، وبالتحديد المنطقة التي تسمى معبر رفح أو معبر منطقة أو محور فيلادلفيا على ما يبدو يريد أن يحتل هذه النقطة، طبعا بعملية استمرار واقع القصف الجوي والحصار الأمني على كل منطقة عن منطقة أخرى في مجمل قطاع غزة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتورة تمارا حداد، الباحثة في العلوم السياسية، محدثتنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.